أسعد الله صباحكم طلابنا الأعزاء في الجمهورية العربية السورية. نرحب بكم في جلسة امتحانية لمادة التاريخ الصف التاسع أساسي. تعودنا دائما في كل عام دراسي أو في نهاية عام الدراسي أن نقدم لكم مجموعة من الأمثلة ومجموعة من التنبيهات والملاحظات لتفيدكم في تقديم المادة الامتحانية لمادة التاريخ أو حتى لمادة الاجتماعيات ككل. فيسرني أن أرحب بزملاء الموجودين معي بالمنصة التربوية لوزارة التربية في المركز الوطني للمناهج والتطوير. نرحب بالزميلة وعد جمال الدين تربية مدينة دمشق. أهلا وسهلا بك أنسة. أهلا وسهلا أنسة شهرزاد. نرحب بالأنسة سوزان يوسف تربية مدينة اللاذقية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أنسة شهرزاد. نرحب بالأستاذ المخضرم رفعت عيدة من محافظة تربية اللاذقية. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم أساتذة. يسرني أن نبدأ معكم أساتذة بهذه الجلسة لنراجع معا بعض المعلومات الهامة لمهارات التفكير التاريخي اللي ممكن أن تساعد الطالب ليستأنس بها بمادة التاريخ ليعيد أو يراجع معنا هذه المادة في هذه الحلقة. بالنسبة لمهارات التفكير التاريخي اعتدنا دائما أن نذكر بها الطلاب، فأستاذ رفعت حبذا لو تذكرنا ببعض المهارات التاريخية لنستطيع أن نطبق عليها بعض التطبيقات في هذه الجلسة. أكيد نحن بنعرف أنه تتنوع المهارات التاريخية، فمنها اتخاذ القرار، اختيار حل معين من مجموعة خيارات للوصول إلى الهدف من خلال تحرير الهدف وتحرير الخيارات وتحليلها والمفاضلة بينها لاتخاذ الأنسب بينها، أي جداول خطوط. شوي بس لو سمحتي الشريحة القبل إذا سمحتي نبدأ من البداية أستاذ. طيب إذا تتنوع المهارات فمنها أولا يجب أن نبدأ بالإدراك الزمني وهو استخلاص الأحداث التاريخية من خلال الخطوط والجداول الزمنية أو ترتيبها والتمييز بين الماضي والحاضر من أجل فهم الأحداث التاريخية في سياقها الزمني الصحيح، أي بما يتضمن الجداول والخطوط الزمنية من عقود وقرون. تمام. نبدأ ثانيا التحليل التاريخي. الشريحة الأولى أرسل لو سمحتي إذا سمحتي. طيب فينا نحن نحكي عن الإدراك المكاني، أي معرفة أثر المكان وانعكاسه على الحدث التاريخي من خلال تحديده على الخرائط ومعرفة أهمية المكان على الحدث نفسه. فهنا تتنوع من خرائط تاريخية يستخلص منها الحدث بناء على الخريطة المذكورة. أما بالنسبة للفهم التاريخي فهو استيعاب الأحداث التاريخية من خلال تحديد أبعاد الحدث مميزة بين الأفكار الرئيسية والفرعية بالإضافة لصياغة التساؤلات حوله ووصوله إلى تلخيص مجرياته. فعندنا هون نلاحظ بعد إذنك أستاذ رفعت أنه كل مهارة في قدام منا إيقونة عم ترمز لها هالمهارة هي، فهدول أكيد مو موجودين فقط بالصفحات الأولى من الكتاب، أكيد هي أمام كل صفحة من صفحات كتابنا، ما هيك؟ أكيد. وفينا نحن منأكد أنه على تنظيم كتاب التاريخ بطريقة منظمة وبطريقة ربط بين هذه المهارات التي سوف تثبت في الوقت الحالي. عندنا أيضا التفسير التاريخي وهو الوصول إلى التحديد وشرح العلاقات المؤثرة في الحدث التاريخي من أسباب ونتائج بالإضافة لاستخلاص المعلومات. أيضا من مهارات التفكير التاريخي مهارة اتخاذ القرار، وهي اختيار حل معين من مجموعة خيارات للوصول إلى الهدف من خلال تحديد طالب للهدف، تحديد الخيارات، تحليلها، المفاضلة بينها، اتخاذ الأنسب بينها. أيضا لدينا مهارة التحليل التاريخي اللي هي معرفة أبعاد الأحداث التاريخية من خلال تصنيفها، المقارنة بينها. أيضا تمييز بين أوجه شبه اختلاف إلى آخره. أما التفكير الناقد هو إصدار الحكم على المعلومات التاريخية من خلال نقدها وتحديد التناقضات بهدف الوصول إلى الحقيقة التاريخية، طبعا من خلال الأدلة والبراهين.
أيضا من مهارات التفكير التاريخي مهارة البحث والاستقصاء التاريخي، وهي الوصول إلى المعلومات التاريخية من خلال جمع المادة المعرفية، استخلاص الحقائق التاريخية من مصادر متنوعة ومتعددة، وكشف الامتياز في النصوص التاريخية. تماما. بعض الطلاب، في عنا طلاب أحرار وطلاب نظاميين، بس نعم. نحن أيضا منشان طلاب الأحرار ممكن أنسى وعد نشرح بس القالب تبع أسئلة الامتحان لمادة التاريخ لطلابنا الأعزاء بعد إذنك. بالتأكيد، بس أنا بكون تعطوني دقيقة لركب المايك وواقف معكم. تماما. الشريحة اللي بعد أنسى. قومي قولي لها قومي قولي لها على الميكروفون. معرفة التاريخ بتتألف من أربع أسئلة، أربع أسئلة. القسم الأول هو السؤال الأول، هو عبارة عن نص تاريخي. طبعا النص حتما وبشكل مؤكد سوف يكون من ضمن منهاج الطالب يلي مر عليه خلال العام الدراسي، اللي هو بالتأكيد بشكل أو بآخر تدرب على مهاراته. طبعا بعد ما يقرأ الطالب النص، أنا هون بنشرح نصيحة طلابنا بمادة النص بشكل خاص ما بيقرأوا النص، بيروحوا فورا لوين؟ على الاسئله. نحن هذا خلال العام الدراسي. تماما. وبين بيبين معنا غلطهم انه هن لما نقول لهم ضع عنوان او ضمن الفكره الرئيسيه بيوقف. بخاف. يقرأوا الاسئله ويبحثوا عن الاجابه اين؟ في النص. تمام. احنا هون رح نوجه لهم هي الملاحظه وهي كثير مفيده، بتمنى الكل يستفيدوا منها. انا بقرا النص مره ومرتين لحتى افهمه، هو نص مارق علي بس انا بحاجه لارجع ارتب افكاري. تمام. تمام؟ طب شو هو الاسئله اللي ممكن تكون وارده على النص؟ السؤال الاول، ضع عنوانا مناسبا للنص. انا مثل ما قلت بقرا النص كلياته بفهم هو عن شو عم يحكي، وفي عنا ما الفكره الرئيسيه للنص. هلا عنوان للنص والفكره الرئيسيه بعض الطلاب تتشابك عندهم الامور. تمام. فهنا كثير بيشبهوا بعض، بس الفكره الرئيسيه لازم تكون اشمل، يعني فيني اقول للطالب جمله اوضح رح تكون شامله اكثر. تماما. العنوان رح يكون ابسط. تمام. وانا هون بقرب لهم اياها دائما للطلاب لما بيقولوا لهم بالعربي ما الفكره الرئيسيه للقصيده، فهو هون او ما الافكار الفرعيه، فهو هون عنده يعني هو شيء مطبقه بالعربي بس رح يرجع يطبقه وين؟ بماده ثانيه، في تداخل بين المواد. وبالنسبه للافكار الفرعيه بنتمنى من طلابنا انه ما ياخذوها قص مطلق منا. للاسف هيك مشاعه يا انسه وعد. طالب مثل ما فهم الفكره يحاول يشوفها باسلوبه حتى ينال ان شاء الله الحرجه كامله. تمام. هلا في عندنا مجموعه اسئله ثانيه. تطبيق عليهم بس الان نحن عم نقولهم بشكل بسيط. طبعاً. او ماذا تستنتج؟ بما تفسر؟ ما المعلومات غير ذات الصله الوارده في النص؟ او صنف او علل او ما اسباب؟ وايضا اليوم رح نشير للفرق بين علل وفسر كمان مشان طلابنا ما يرتبكوا فيها. طبعاً. وفي عندنا ما تبقى، طبعا الاسئله ما بيجوا كلهم، بيجي مجموعه منهم مشان طلاب ما يقولوا معقول كل هالاسئله رح تجينا بالامتحان. اذكر حقيقه تاريخيه، رايي ورداه في النص، او حل المشكله، او صنف، او ما الدليل. طبعا وفي عنا النمط الاخير اللي ممكن نحن نطبقه على السؤال الاول، ما العبارات الوارده في النص التي تدل على الافكار الاتيه؟ يعني انا سمعت هون بدك تفهميني انا كطالب تاسع انه هي الاسئله مو كلياتها ممكن تجي. أكيد. محتمله على النص. نعم. وكمان بدك تفهميني انه يا ترى كل حفظ انا بدي اسالك، انا طالب تاسع يا ترى كلياتهم بدي أبداً. انا احفظ انا انتبهت ولا كيف بدي انا اتعامل مع نعم. الاسئله؟ انا بقرا النص بفهمه كثير منيح، بعدين رح الاقي انه الاجوبه 90% منها وين موجود؟ بالنص. رح يمرق معه سؤال استنتاجي، هذا السؤال الاستنتاجي يعني ممكن هو يستند لمعلومه وردت بالنص بس هو بيقدر شو يكفيها. سؤال مثل حفظي. تمام. ماذا تستنتج؟ سؤال حفظي بيجي صغير وبيجي له اشاره بالنص ممكن هو تنعش له ذاكرته تذكره بالمعلومه المطالبه. اذا معظم الاسئله تعتمد على الفهم والتحليل. طبعا. والاستنتاج وتطبيق المهارات يلي ذكروها زملائي. تمام. شكرا كثير. شكرا لك، يعطيكم العافيه. الله يعافيكي. منتابع القالب مع الأنسة سوزان لو سمحتي. السؤال الثاني بأسئلة الورقة الامتحان هو اقرأ الجدول الزمني، اقرأ الجدول أو الخط الزمني الآتي ثم أجب. ممكن تشرحيه على الشاشة أنسة؟ السؤال الثاني اللي هو اقرأ الجدول أو الخط الزمني الآتي ثم أجب، بس
لتوضيح الجدول الزمني قد ترد أحداث طبعا مع أو مع الخط الزمني الحدث وتاريخه. من الأسئلة المحتملة اللي قد ترد: ما الوحدة الزمنية التي قسم وفقها الجدول الزمني؟ طبعا نحب ننبه طلابنا الوحدة الزمنية سيرد فوق الخط أو الجدول الزمني تاريخ في بداية ونهاية الخط. يمكن للطالب أن يتعرف على الوحدة الزمنية طبعا خلال نظر إلى التاريخ في بداية ونهاية الخط، وهناك كما نلاحظ تقسيمات موجودة على الخط الزمني، وليكن إن كان يرد مثلا 1910 تنقل الطالب 20-30 سينتهي الخط 1940، إذا وإن تنقلت عشرات فالوحدة عقود. عقود. هلأ رح نعطي مثال عن هالموضوع. أو في أي قرن أو عقد كان حدث ما، سيسأل عن أحد الأحداث الواردة في الواردة في الجدول أو الخط الزمني. أيضا هناك سؤال قد يأتي، اختر مثلا، ممكن سؤال الوحدة أو العقد القرن يجي على شكل اختر الإجابة الصحيحة، أو قد يرد صح أو غلط. أيضا قد يأتي سؤال ضع عنوان مناسب للجدول الزمني من خلال كما ذكرت الأنسة وعد قراءة الطالب الجيدة للجداول الثلاث. تمام. طبعا الفكرة التي تربطهم والعنوان انه يكون بسيط يعني ولكن شامل للأحداث الواردة في الجدول أو الخط الزمني. أيضا من الأسئلة التي قد ترد: أكمل الجدول الآتي وفق مبدأ السبب والنتيجة. نوضح سبب والنتيجة بتكون موجودة طبعا أمام الطالب، عليه أن يقرأ جيدا ويحلل النص وما يستنتج الأسباب والنتائج الواردة. أو ما أهمية، رح نعطي أيضا مثال عن سؤال الأهمية: ما العلاقة، سؤال أيضا ما العلاقة بين حدثين. أيضا عندنا استخلص أو بما تفسر أو ما رأيك. رح نقدم أمثلة هلأ من خلال التطبيقات. شكرا شكرا أساس وزعين، يعطيكي ألف عافية على التفصيلات. أستاذ رفعت، نحن كمان في عنا بالقالب نفسه سؤال ثاني ممكن تفهمنا عليه لو سمحتك، أو السؤال الثالث هو لو سمحت. أكيد، والسؤال الثالث وأنا عندي اختيار أحد السؤالين الآتيين. إذا في سؤال اختياري عندنا بالصف التاسع. أكيد مشان السهولة ففينا نحن نختار أحد السؤال. نلاحظ اختيار بالسؤال الثالث، اختر أحد السؤالين الآتيين. أعد تنظيم معلومات خريطة المفاهيم الآتية لتشكل نصاً تاريخياً. احنا بنلاحظ هي قالب الخريطة الموجود أمامنا التي تبدأ بالفكرة الرئيسية ومن ثم الأفكار الفرعية ونلاحظ الأفكار الأقل عمومية. نبدأ بالفكرة الرئيسية وننتبه هنا على طريقة اتجاه الأسهم من الأعلى باتجاه الأسفل من أجل تسلسل الخريطة بشكل صحيح. فهناك العنوان الرئيسي يجب أن يذكر ومن ثم الأفكار الفرعية ومن ثم الأقل عمومية والتقيد بأدوات الربط، وهذه الخريطة تكون كاملة بأدواتها بالإضافة لاتجاه الأسهم، وعلى الطالب التقيد بهذه فأن يكتب أدوات الربط الموجودة بهذه الخريطة. يعني بفهم منك أستاذ رفعت أنه الخريطة محملة بكل المعلومات اللي ممكن تفيده للطالب لحتى يصيغها نص تاريخ. أكيد على الطالب التقيد بمعلومات الموجودة أمامه على هذه الخريطة، كمان رح نعطي فيها أمثلة هلأ بعدين. السؤال الثاني: اقرأ الخريطة التاريخية الآتية ثم أجب. ممكن نحن نلاحظ استخلاص دليل أو ضع عنوان مناسب للخريطة. منلاحظ نحن قالب الخريطة وكلنا نعرف هناك مفتاح للخريطة. من خلال مفتاح الخريطة يجب على الطالب أن يؤكد الخريطة بشكل أساسي ويصيغ نص. تماما. ونحن في عنا أكثر من خريطة تاريخية بكل قضية من قضايا كتاب التاريخ تتنوع هذه الخرائط، فنلاحظ هذه الخرائط من خلال مفتاحها. ضع أو صغ المعلومات الواردة في الخريطة بشكل نصاً تاريخياً. هو سؤال للتاسع نحن منبهين عليه، بس أنسي شهرزاد ممكن احتمال يكون الأسئلة الفوق أكثر من هالسؤال، شو رأيك أنت؟ نحن ما بنعرف هلا، نحن هي اسئله اختياريه.
هو بده يتعلم على مهارات الأسئلة الثلاثة الاختيارية لحتى يقدر يجاوب على أي سؤال منهم ممكن يجيب. أصبح نحن فينا من نصيغ المعلومات الواردة من خلال الخريطة الموجودة، هي طريقة كثير سهلة بس يتغير. حضراتكم هلأ بدكم تعطونا أمثلة على كل المعلومات اللي هلأ نحن عم نذكرها بالقالب. تمام. عندنا السؤال الثاني وهو النص مثل ما حكيت رفيقتنا بالبداية، الأنس وعد يجب على الطالب أن يقرأ النص بتمعن ومن ثم يبدأ بسؤال صنف، فهو صنف العبارات الآتية وفق المجال الحضاري المناسب لها من الناحية الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية بالإضافة إلى السياسية. بعد أن انتهينا من توضيح القالب ممكن أن نطرح بعض الأمثلة على هذا القالب، نوع من تنوير الطلاب واستئناسهم بهي الأمثلة لا أكثر ولا أقل. تفضلي أنسة وعد، ممكن نأخذ على القالب الفقرة الأولى يلي هي النص. طبعا نحن سؤال أولا مثل ما اتفقنا رح يكون قراءة نص وتطبيق بعض المهارات علي. طبعا نحن امامنا النص، انا رح اقراه قراءه سريعه. بعد قيام الحرب العالميه الثانيه ما بين عامي 1939 و 1945 للميلاد تغيرت الظروف والاوضاع الدوليه، فطلبت الحكومه السوريه من فرنسا اعلان الاستقلال وتسليمها الصلاحيات، لكن مطالب فرنسا اتخذت طابع الفرض، فطالبت بامتيازات اقتصادية وثقافية. تزامن ذلك مع وصول تعزيزات فرنسية كبيرة، فشرعت المدن السورية تتأهب لرد العدوان الفرنسي في 29 أيار عام 1945، واشتدت المعارك وراحت المدفعية الفرنسية تقصف مدينة دمشق، فتهدمت الأبنية واشتعلت الحرائق في كل مكان، واعتبر العدوان من أخطر الاعتداءات التي تعرضت لها سوريا. طبعا النص مارر مع طلابنا خلال العام الدراسي، طبعا لا يرد نص في الامتحان الأخير إلا من نصوص الكتاب. تمام. طبعا هو هذا النص من الوحدة الثانية اللي كانت الوحدة السياسية. هلا أنا كطالب قرأت النص، ممكن يكون ما تذكرته او انا مارر عليه خلال عام مرور سريع، فانا بنصح طالبنا انه يقراه مره ثانيه. شو وضعتي لنا بعض الاسئله عليه؟ نعم. هلا عنا نحن السؤال الاول، ما هي الفكره الرئيسيه للنص؟ نحن بالبدايه شرحنا انه الفكره الرئيسيه لازم تكون شامله لكل احداث النص، وهي تكون اوضح من العنوان. طيب الان نحن نصنا عن شو عم يحكي؟ انه الفكره الاولى انه تغيرت ظروف الاوضاع السياسيه الدوليه بعد قيام الحرب العالميه الثانيه، فاستغل السوريين ماذا؟ استغل هذا الشيء وبداوا يطالبوا فرنسا بحقنا بالاستقلال وتحرير بلادنا. فالان فرنسا تماطل تخدع السوريين، فتبدا بمطالبه ماذا؟ الحصول على امتيازات مقابل هذا الاستقلال. انا هون عم بحاول اشرح بس النص كرمال الطالب بس هيك يستوعبه. فالان أدرك السوريون أن فرنسا تستعد لعدوان معين، لأن في النص ورد ذلك بشكل واضح، تزامن ذلك مع وصول تعزيزات، فشرعت المدن السورية تتأهب لرد العدوان. الآن أنا كل شيء حكيته سابقا هو عم بحكي أنا مقدمات للعدوان. تمام. الآن كان العدوان بتاريخ 29 أيار عام 1945. طيب لما صار هذا العدوان شو عملت فرنسا؟ اشتدت المعارك وراحت المدفعية الفرنسية تقصف مدينة دمشق، فتهدمت الأبنية، اشتعلت الحرائق في كل مكان، واعتبر العدوان من أخطر الاعتداءات التي تعرضت لها سوريا. معناته أنا النص كلياته عن شو عم يحكي؟ عن مقدمات العدوان وبعدين شو صار بالعدوان. فأنا فيني حط فكرة العدوان الفرنسي على سوريا ب 29 أيار 1945. تمام. أو ما الإجراءات التي قامت بها فرنسا أثناء العدوان الفرنسي على سوريا عام 1945. لاحظين أنا حكيت أكثر من جملة. تمام. فنحن هون نترك الحرية للطالب أنه هو يصيغ الفكرة الرئيسية مثل ما هو فهمها، بس بشرط أنه تكون شاملة ومغطية حقيقي للنص. طبعا الآن في عنا السؤال الثاني، ما العبارة الواردة في النص والتي تدل على أسلوب المماطلة التي اتبعته
الذي عفوا تبعته فرنسا مع السوريين، معناتها أنا طالبي برجع بوجهه أنه رجع أقرأ النص وفهم يا ترى وين ورد هذا الشيء. طبعا نحن رح نشوف بمنتصف تقريبا أو لا في عنا، لكن مطالب فرنسا اتخذت طابع الفرد فطالبت بامتيازات اقتصادية وثقافية، تزامن ذلك مع وصول تعزيزات فرنسية كبيرة. طبعا هنا يظهر أسلوب المماطلة والخداع، يعني هي عم تخدع السوريين، قالتهم أنا بدي امتيازات، بس بنفس الوقت هي كانت عم تجيب قواتها لحتى تبدأ بالعدوان على سوريا. السؤال اللي بعده، اذكر حقيقة ورأي ورداء في النص. طبعا نحن هون منذكر أبنائنا الطلبة أنه الحقيقة هو الحدث التاريخي الذي وقع، بينما الرأي هو التفسير لهذا الحدث التاريخي. نحن حاطين له التعريف بكتابه ما هيك؟ نعم. عن الحقيقة والرأي، نتذكر شو يعني الحقيقة أنسة سوزان مثلا؟ الحقيقة هي كل حدث مثبت بالفعل، قد يكون مثبت بإحصائيات بأرقام نعم. بتواريخ مثلا شخصيات وليكن وارد ببداية كتاب التاريخ بالصفحة 14 تعريف للطالب ليفهم كيفية التمييز بين الحقيقة والرأي. تمام. الحقيقة هي أمور حدثت بالفعل تحتوي على أرقام ومعلومات واضحة ودقيقة ولها مصادر موثقة بالأدلة مصادر مخطوطات، بينما الرأي هو عبارة عن تفسير وجهات نظر تنبؤ يختلف باختلاف الأشخاص. تماما. نتابع معك أمس وعد. نعم. الإجابة على السؤال. نعم. الآن رح نلاحظ نحن أن النص إذا أعاد الطالب قراءته أن هو يحتوي على كمية كبيرة جدا من الحقائق، مثل ما أشارت الأنسة سوزان قبل شوي أن الحقائق دائما تكون مدعمة إما بتاريخ أو باسم أو بشيء. بعد قيام الحرب العالمية الثانية في تاريخ، معناتها هي رح نعتبرها نحن الحقيقة الأولى. طيب تغيرت الظروف والأوضاع الدولية، هي كمالة ماذا أو متابعة لماذا للحقيقة. هلأ طلبت الحكومة السورية من فرنسا إعلان الاستقلال، هنا من معنى الجملة مطالبة فهو أمر وقع، فهنا نأتي إلى الحقيقة الثانية، لكن مطالب فرنسا اتخذت طابع القوة فطالبت، معناتها فرنسا قامت بفعل وهو المطالبة، فهنا حدث تاريخي وهنا حقيقة. رح نتابع لأن النص أغلبه حقائق، تزامن ذلك مع وصول تعزيزات فرنسية كبيرة. معناها أنسة وعد خلينا نصحح معلومة عند الطلاب. نعم. إنه الخطأ الشائع عندهم إنه الحقيقة هي فقط اللي ملتزمة بتاريخ. لا. نعم. إحنا من إنه الحقيقة هي شيء حدث نعم. بالفعل. نعم. فطالما عم تقولي له إنه مطالب فرنسا اتخذت طابع الفرد وطالبت بامتيازات اقتصادية، نعم. معناها هذا الشيء حدث فعلا. وقع فعلا. نعم. نعم. تابعي بالله. نعم. فشرعت المدن السورية تتأهب لرد العدوان أيضا. قيام بعمل، بدأت المدن السورية تتأهب لهذا الاعتداء في 29 أيار، معناتها وقع الاعتداء بتاريخ 29 أيار عام 1945. أنا الآن كل ما أسرده هو عبارة عن ماذا؟ عن حقائق. اشتدت المعارك وراحت المدفعية تقصف مدينة دمشق، هذه أيضا حقيقة. حقيقة. طيب تهدمت الأبنية، هذه أفعال كلها وقعت، اشتعلت الحرائق في كل مكان. الآن كل ما ورد في الكلام الذي أنا قرأته هو عبارة عن حقائق تاريخية مثبتة بأدلة أو بزمن كما ذكرنا سابقا. الآن فلننتقل إلى العبارة الأخيرة، اعتبر العدوان من أخطر الاعتداءات التي تعرضت لها سوريا. لاحظنا أن الجملة بدأت بفعل اعتبر، وهو يعني يدل على ماذا؟ على تفسير تعليل هذا الأمر الذي وقع، فهنا يكون الرد. ممكن حضرتك تقولي لي انه هذا اخطر عدوان تعرضت له سوريا، ممكن اقول لك انا لا في اعتداءات ثانيه كانت اكبر، احنا اختلفنا بالراي. معناتها هنا النص كله يدور حول ماذا؟ حول وقع حدث معين هو الاعتداء. تمام. ولكن رؤيتك انت لهذا الاعتداء ورؤيتي انا لهذا الاعتداء هي الراي. تماما. معناتها الراي هو تفسير هذا العدوان او تقييم هذا العدوان، ونحن نقيم العدوان هو اخطر الاعتداءات. تماما. تماما. نعم. شكرا كثير. نعم. في عندك ملاحظات على الرأي استاذ فهم؟ اكيد لا، الرأي يجب ان يختلف من شخص الى شخص اخر. تماما. نعم. رح ننتقل للسؤال الاخير يلي هو اكمل الجدول الاتي وفق مبدا السبب والنتيجة. طبعا نحن طلابنا بصف التاسع بيكون الجدول موجود جاهز على ورقة الاختبار هنن، وبيكون يا اما السبب مكتوب هنن عليهم يملوا النتيجة، او السبب مجهول هنن قدامهم النتيجه. هم هون بقى بتظهر مهاره الطالب. احنا دائما بنأكد على المهاره. انا اذا فهمان النص هي المهاره الاولى، احنا عندنا بالتاريخ الفهم التاريخي. تماما. رح ابدا بقى احلل واربط الاسباب
بالنتائج. وطبعا سهله جدا جدا جدا. هلا رح اقرا النص انا. بعد قيام الحرب العالميه الثانيه حطوا لي يا سبب انا تحت. طب شو النتيجه؟ تغيرت الظروف والاوضاع الدوليه. هي النتيجه الاولى لحدث اللي هو يعني هو جابها من عنده النتيجه ولا بده يستخرجها من النص؟ انا هو جاهزه بالنص بس هو عم عليه ماذا هون يقيم علاقه. تماما. الحدث الاول ادى الى الحدث الثاني. فالاول سبب والثاني نتيجه لان ذلك حصل كذا. نعم تماما. نعم الان رح ننتقل للحقل الثاني بالجدول. عندنا السبب لازم الطالب يطلعه من النص. النتيجه تهدمت الابنيه واشتعلت الحرائق في كل مكان. فنحن انتقلنا للنصف او للقسم الاخير من نصنا. اشتدت المعارك وراحت المدفعيه الفرنسيه تقصف مدينه دمشق. تمام. طيب شو هذا حدث وقع؟ شو نتج عنه؟ تهدم للابنيه واشتعلت الحرائق في كل مكان. فانا الطالب بس بياخذ من عند اشتدت المعارك وراحت المدفعيه تقصف مدينه دمشق. فهي واضحه جدا امام ابنائنا الطلبه. شكرا شكرا انسه وعد. الحقيقه النص غني بالمهارات اللي ممكن تساعد الطالب على انه يتفهم هي المهارات ويتعامل معه. في عندنا نص اخر يمكن على ما اعتقد ممكن استاذ رفعت تقرا لنا اياه وتحط لنا بعض الاسئله عليه لحتى تكون تدريبيه كمهارات للطالب بعد اذنك. اكيد. بعد احتلال الكيان الصهيوني للجولان السوري عام 1967 عمل على عزله عن الوطن الام سوريا واضعاف الانتماء القومي العربي عن طريق فرض هويه الاحتلال على المواطنين العرب السوريين وربط المؤسسات التعليميه بالكيان وفرض اللغه والمناهج العبريه ومصادره الاراضي والمياه وتفكيك الترابط الاجتماعي بين ابناء الجولان بالاضافه الى سرقه الاثار وتزويرها بعبارات عبريه. تعددت الأسئلة الموجودة على النص. حكت رفيقتنا على الفكرة الرئيسية. أما هون مطلوب مني ضع عنوان مناسب للنص. ونحن هون رح نأكد على عروبة الجولان. نحن بأي جيل لازم نأكد أنه الجولان جزء لا يتجزأ عن الوطن الأم سوريا. فعنا هون عنوان مناسب للنص. في عدة أفكار. فيني أنا أقول مثلا سياسة الكيان الصهيوني في الجولان. أو ما أهم الإجراءات التي اتبعها الكيان الصهيوني في الجولان؟ تمام. فلا نكتفي مثلا أنا كطالب ممكن أعطي أكثر من فكرة كعنوان رئيسي أو مناسب للنص. هلا أنا طالب تاسع، ممكن أنا أحط أربع عناوين أو ثلاث عناوين بورقتي الامتحانية ولا كيف؟ شو بدي أشتغل بهذا الموضوع على السودان؟ هلا ممكن إنه يكتب الطالب أكثر من انه يوصل لاكثر من فكره، ولكن اكيد اخر شيء هو بده يوصل للفكره المباشره اللي بتتعلق بموضوع النص ويعتمد طبعا تماما اجابته. يعني ممكن هو عم يقرا الطالب النص انه شوي يوصل لاكثر من فكره، ولكن بعد قراءه تحليل النص جيدا بنقول دائما لطلابنا العنوان والفكره الرئيسيه والافكار الفرعيه تحتاج الى فهم دقيق. تماما. هون بقى بيجزم الطالب بيوصل لفكره رئيسيه تشمل عنوان واحد العامة. اذا العنوان واحد هو مثل ما قلنا العنوان اخر شيء رح يوصل للطالب هو ابسط من الفكرة الرئيسية. طبعا اكيد عنوان واحد. تمام. والا بيكون السؤال لنا. ايوه نحن نختار العنوان. فنحن اخترنا سياسة مثلا سياسة الكيان الصهيوني في الجولان او الاجراءات التي اتبعها الكيان الصهيوني في الجولان السوري. السؤال الثاني ما خطورة اجراءات الكيان الصهيوني على هوية الجولان؟ اكيد هون عندنا خطورة سلبية. عندنا خطر كبير بالنسبة للكيان الصهيوني على هوية الجولان الذي حاول كثيرا من اجل طمس معالمها. فانا فيني اقول هون من خلال عاطيني بالنص من خلال اضعاف الانتماء القومي العربي وفرض هوية الاحتلال على المواطنين العرب السوريين. تماما. ايضا في عندنا اكثر من فكره عندما حاول ربط المؤسسات التعليميه بالكيان الصهيوني. تمام. عندما بدا بفرض اللغه والمناهج العبريه. حلو. على حساب المناهج العربيه. تماما. تماما. نحن بنعرف هون انه كان في كثير مع ابنائنا بالجولان كيف تعاملنا معهم كيف اعطيناهم الدروس من خلال تماما اكثر من على عبر شاشات التلفزه والاذاعه والتلفزيون. تمام. من اجل المحافظه على هويه ولغه الجولان. نعم. فهون بالنسبه لاهم الاجراءات التي حاول طمس اللغه والتاريخ العربي وفرض لغته وتاريخه ليس فقط الكيان الصهيوني. نلاحظ من خلال القضايا الاربعه التي مرت معنا بكتاب التاريخ للصف التاسع كيف حاول الاحتلال العثماني فرض
لغته وتاريخه بالإضافة للفرنسيين، ولكن بصمودنا نحن وصلنا للمحافظة على هذه اللغة. ونحن بنعرف أستاذ رفعت وأنسة سوزان أنسة وعد أنه مناهجنا تألفت على أساس تقوية الانتماء أكيد. للوطن ما هيك؟ هذا شيء أساسي تماما. ممكن تذكرينا بأسس مادة التاريخ أنسة وعد؟ هلا مادة التاريخ تقوم على عدة أسس. هلا أهم شيء مثل ما ذكرتي حضرتك هو التأكيد على الانتماء للوطن سوريا وكيف نحن بنحافظ عليه، وهذا تعزز بخلال دروسنا والقيم اللي نحن شجعنا طلابنا أن يتمسكوا فيها. وأنا هون رح أذكر طلابنا بشيء معين، نص الجولان اسمحي لي حضرتك، يعني حتى بمادة الوطنية كمان الطلاب ما رق معهم شيء عن الجولان تمام. لأنه نحن مناهجنا كانت متكاملة ومترابطة تماما مشان تحقق الأسس والشروط يلي حضرتك أشرتي لها تماما. فأنا الطالب يمكنه حتى يستفيد من معلوماته من مادة تمام. الوطنية ويكتب هون شيء، لأنه في تقاطعات تخدم في تكامل بين المواد كلياتها ما هيك نعم. وأنتوا حضراتكم بالميدان دائما بتركزوا على الانتماء الوطني بالتأكيد. ومحبة بالتأكيد. الوطن والتمسك بترابه. تفضل أستاذ رفعت، نحن قاطعناك، آسفين على المقاطعة. صنف أعمال الكيان الصهيوني في الجولان من النواحي، سؤال صنف الطلاب كثير بيحبوه. أنا بيحبوه بيسألونا أستاذ ممكن يكون ضمن جدول؟ هو مؤكد ضروري يكون جدول لانه بتجي بالصياغه هيك استاذ. صنف في جدول، هي بتجي بالصياغه صياغه السؤال. نعم تركز بالسؤال، صنف في جدول، يجب على الطالب التقييد بصيغه السؤال تماما وان يضع هذه التصنيفات ضمن جدول. فابدا اقتصاديا، انا بقرا يجب على الطالب اعاده، يعني من خلال ما ذكرت الزميله وعد الزميله سوزان عم نرجع ناكد على قراءه النص قراءه اكثر من مره من اجل استخلاص الاسئله من النص تمام. ولاحظنا هلا من خلال الاسئله عم نشوفها والتعليقات انه التاريخ حفظ التاريخ حفظ، فنحن هون عم ناكد انه ثلاث ارباع الاسئله موجوده امام الطالب، ولكن هذه المهارات يجب ان يكرسها من خلال فهم النص. اي فهم النص. عندنا اقتصاديا او شو ممكن له اقتصاديا استاذ؟ هلا عندي انا اقتصاديا مصادر. ممكن انا اوصل لعند مصادره الاراضي والمياه تماما. فبما يخص الاراضي والمياه هون اقتصاديا تمام. مثلا عندنا سياسيا، عندما قام بعزل الجولان عن الوطن الام سوريا تماما. عندي سياسيا، عندما قام باضعاف الانتماء القومي العربي ايضا سياسيا. عندما اقول مثلا هون في ممكن هلا هو مطلوب منه نحن بهون بالسؤال مكتوب اقتصاد اجتماع سياسي طيب. ممكن انا اعطيه الافكار الثقافيه بعد اذنك مثلا ثقافيه ممتاز. عندي انا هون مثلا عندما اقول ربط المؤسسات التعليميه بالكيان ثقافيا، عندما اقول فرض اللغه والمناهج العبريه ايضا ثقافيا. فما هي اذا الاجتماعيه؟ الاجتماعيه هون عندما تفكيك. قال تفكيك الترابط الاجتماعي بين أبناء الجولان، هذه الفكرة تؤكد على الاجتماعية، أنه تقليل الترابط. عندما نقول تفكيك الترابط الاجتماعي أي محاولة إضعاف قومية الجولانيين من أجل الاحتلال. أنا ملاحظة أستاذ رفعت أنت حاطط لهم بالنص سؤال قيمة ما هيك أكيد. ما واجبك اتجاه أرض وطنك، ونحن دائما بنركز عليه باعطاء الدروس اثناء الحصص طبعا. الدرسيه نعم. تفضل وضح لنا اياها لطلابنا الاعزاء. واجبك تجاه ارض وطنك، ممكن هون في تساؤلات تختلف من طالب الى طالب اخر، كل واحد عنده واجب جوا ونحن بيعبر عنه بطريقته الحلوه بطريقته الحلوه قد تتعدد الاجابه طبعا. هون سؤال فعنا مفتوح. هون ممكن انا حافظ عليه، ممكن دافع عنه ضد اي اعتداء، ممكن عزز انتمائه الوطني من خلال التعاون من مبادرات خلال المبادرات نعم. ولا نعم. ننسى التفاف الشعب حول القائد وحكمته تمام. فنحن هون ترابط ترابط المجتمع مع بعضه، ترابطنا نحن مع بعض تمام. علاقتنا مع التلاميذ مع طلابنا، فكل كثير الامور طريقه للحفاظ. فالواجب هون مثلا انا ما فيني اقول اكتفى من الطالب بستر، هي فهو شو جواته ممكن يعبر تماما عن واجبه تجاه ارض وطنه. هو كطالب تاسع هلا اكيد ما انسى، ممكن نزيد هون شوي، هو كطالب اكيد ما راح يحمل سلاح ويكون، ولكن سلاح نعم. هون احنا بنحب انه يتفوق يتعلم يتعلم ان نلاحظ يرفع اسم بلاده يحضر لامتحاناته هلا جيد. بنشكرك استاذ رفعت على النص والايضاح اللي اعطيته لطلابنا الحلوين. الان بننتقل ل
النمط الثاني او خلينا نقول المحور الثاني من هيكل الاسئله او قالب الاسئله اللي هو الجدول الزمني. فالآن سوزان شو بتحبي تفيدينا لطلابنا من هذا الجدول اللي امامنا على الشاشه؟ طبعا مثل ما مبين عندنا بالشريحه الوارده عندنا جدول زمني. طبعا انا الجدول الزمني لاحظ انه تحت عندنا مجموعه احداث مع شروحات يعني او تفاصيل لها الوارده تحت الخط او الجدول عفوا الزمني. ايضا بيكون الخط فوق الاحداث يبدا برقم وينتهي برقم اللي هو تاريخ بتاريخ يعني تمام. صحيح برقم صحيح. طبعا بدنا نعتمد عليه باستنتاج الوحده الزمنيه نحن تمام. نلاحظ انه الجدول وارد 1930 وينتهي بعام 1970. طالبنا ينتبه على وجود خطوط على الفواصل الموجوده هي فواصل او تقسيمات يعني انه هو عم يتنقل فيها الطالب. لاحظ انه عام 1930 في عندنا خط تحت في عندنا حدث اللي هو عام 1936 سجل نور الدين رمضان الاحداث الوطنيه واجتماعات المجلس النيابي ومظاهرات دمشق ضد الاحتلال الفرنسي، الحدث اللي جرى بين عام 1930 لعام 1940. تمام. بعد عنا التقسيم الثاني بين 1930 ل 1940 لم يرد هنا حدث. بعدها من عام 1940 لعام 1960 ورد لدينا حدث تاسست وزاره الثقافه في سوريا عام 1958 وتم انشاء دائره صغيره للتصوير السينمائي. اذا الحدث هنا جرى بين ال 50 ل 60. ايضا بعد التقسيم الاخير من عام 1960 حتى عام 1970 ورد لدينا الحدث عام 1963 تاسيس مؤسسه عامه للسينما ذات استقلال مالي واداري. اسمحي لي اقاطعك انسه سوزان، وردنا سؤال انسه وعد، ما الفرق بين الجدول الزمني والخط الزمني؟ نعم. هلا الخط الزمني هو عباره عن خط وبتكون فيه بس احداث بدون اي شرح وتوضيح لها تمام. في عام كذا حدث الشيء الفلاني، ولكن الجدول الزمني هما كثير بيشبهوا بعض بالحقيقه، بس الجدول الزمني بيكون مثلا موضح فيه الحدث اكثر تمام. هون نحن امام جدول زمني، فعم بيقولوا لنا تاسست وزاره الثقافه وتم انشاء دائره، فهون الحدث يعني متابع بتفاصيل اكثر تمام. بينما الخط الزمني يكون مختصر فقط الحدث باي عام وقع، بينما هنا الجداول الزمنية يظهر فيها العلاقات الترابط السبب النتيجة، فهون يكون التطبيق عليه أفضل تمام. وأسهل لطالبنا. طبعا طالب التاسع لا يطالب برسم خط زمني تمام. هي مهارة شو هي الأمور اللي لازم ينتبه لها بس بالخط الزمني طالب التاسع؟ طبعا نحن لازم ينتبه لعام البداية وعام النهاية، هدول الأساسيات ذكرته الآن سوزان مشكورة. وطبعا التقسيمات بعض الطلاب يعني احيانا للاسف بس بينظروا للعام البدايه وعام النهايه، نحن هي بنشوفها خلال العام الدراسي تماما. هلا ممكن يكون خطي مقسم عقود تمام، بس بلش بمثلا عام 1800 وانتهى بعام 1900، فهو بدون ما يعد فشو بيقول لك تغير القرن، فمعناتها مقسمه الى قرون. فنحن دائما بنوجههم عدوا التقسيمات ما بين عام البدايه وعام النهايه. خطا ثاني بيقعوا فيه الطلاب انه احيانا هن ما بينظروا للتاريخ اللي وارد ضمن الحقل تماما، فهنا بينظروا فقط لوين؟ انه مثل ما قالت العسي سوزان مثلا الحدث الاول صار عندي بين 1930 و 1940، فالطالب بجوز ما ينتبه انه هو المطلوب منه عام 1936 تماما، فهو بيربط الحدث بس بالتقسيم الزمني الاول. فنحن بنرجع بناكد لهم انا وقت بدي اقرا الجدول الزمني انا التاريخ المحدد بدقه ضمن الحقل تمام. فهي من اهم التوجيهات اللي نحن بنبههم عليها لانه هي مهاره ادراك زماني. يعطيك العافيه انسه. تابعي انسه سوزان ما بدات به. ورد اسئله او اقترض اسئله على الجدول الزمني، ضع عنوان مناسب للجدول الزمني، شرحنا فكره العنوان وعنوان الطالب رح يستنتجه بعد قراءه الاحداث الموجوده بالجدول. لاحظ انه ما هي العنوان واحد يعني اسمحي لي اقطعك اسف سوزان، هل يضع عنوان على اول جدول فقط ام يجب ماذا؟ يجب على الطالب قراءة الجداول الثلاث. الفكرة التي تشملها الجداول الثلاث يضع عنوان تمام. مثلا الجدول الاول يتحدث عن افلام فنية عرضت طبعا المقاومة عن طريق السينما لفترة الاحتلال الفرنسي. الجدول الثاني يتحدث ايضا عن انشاء دائره للتصوير السينمائي، لاحظنا عم فكره عم تتكرر يعني. ايضا الجدول الثالث عم يحكي عن تاسيس مؤسسه عامه للسينما، لاحظ ورد بالجداول الثلاث فكره عن السينما طبعا تمام. السينما السوريه، فهنا الطالب يستطيع وضع عنوان اللي هو
السينما السورية. تمام. تطورت السينما السورية طبعا خلال جدول يضع عنوانه. يرد سؤال أيضا، ما دور السينما في مقاومة الاحتلال الفرنسي؟ يعود الطالب للجدول الزمني ولنلاحظ أن الجدول الأول يتحدث عن الفترة الزمنية للاحتلال الفرنسي، فيقرأ الجدول ويفهم أنه ما هو الدور الذي قامت به السينما في مقاومة الاحتلال الفرنسي من خلال الأفلام الفنية التي صورت وعرضت الأحداث الوطنية أو اجتماعات المجلس النيابي أو المظاهرات التي قامت في مدينة دمشق ضد الاحتلال الفرنسي، يعني التوعية. تمام. هنا الفكرة التوعية، قامت السينما بالتوعية أو ضرورة التوعية في مقاومة الاحتلال الفرنسي من خلال عرض الأحداث الوطنية ومشاهدتها بهذيك الفترة الزمنية. إذن هو هنا بده يخصص عن فترة زمنية معينة بذكر دور السينما. السؤال، ما الوحدة الزمنية التي قسم لها الجدول الزمني؟ كما قلنا أنه على الطالب أن ينتبه إلى بداية ونهاية الخط، تقسيمات والأحداث الموجودة أيضا. تمام. ضمن الخط الزمني نلاحظ أنه الخط بدأ عام 1930، برجع بطالب بيأكد أنه الحدث الأول الوارد أيضا عام 1936، وانتهينا عام 1970، ورد آخر حدث عام 1963 اللي هو تأسيس مؤسسة عامة للسينما. التقسيمات تدل على تنقل عشرات، يعني عقود، اللي هي عندما يتنقل الطالب ضمن الجدول عقد عقد أو عشرة عشرة. شو هي الوحدة الزمنية أنسة سوزان؟ الوحدة الزمنية هنا عقود. لا، الوحدات هي أعوام، قد تكون أعوام، سنوات نعم، ضمن عقد واحد. تمام. قد تكون عقود مثل المثال اللي هي عشرات مثل ما تفضلتي، تنقلنا عن عشرات إنه، أو قد تكون قرون، مئات. تمام. أو حقب، أي ألفية. نعم، هي الوحدات الزمنية التي قد ترد تماما على الجداول أو الخطوط الزمنية. ورد سؤال ثاني، بأي عقد تأسست وزارة الثقافة؟ هون طالب لازم يدور على الحدث ضمن الجدول. تماما. بيرجع على الجدول مباشرة، بيبحث عن الحدث الخاص بتأسيس وزارة الثقافة السورية. لاحظ بالجدول الثاني تأسست وزارة الثقافة في سوريا عام 1958. طبعا لما بده يعرف الطالب العقد بده ينتبه على كونه كنا عشرات على رقم العشرات اللي هو خمسة. طبعا لاحظ انه ايضا هناك اعوام. تماما. يعني هو ضمن العقد السادس. ايوه. تماما. اذا الجواب الصحيح هنا العقد السادس. ايضا قد يرد سؤال، اكمل الجدول الاتي. عندنا هون سؤال المستمر والمتغير. تماما. انسه وعد، شو هن الاسس بعد اذنك انسه سوزان دقيقه؟ مشان توضحي لنا هلا المثال وحله، شو هي اسس ماده التاريخ؟ اسس ماده التاريخ الاهميه التاريخيه، في عندنا المستمر والمتغير واللي هو هون واضح، بنلاحظه نحن بشكل واضح كثير كبير بسؤال الجدول، وعندنا السبب والنتيجه. نعم، سبب والنتيجه، وجهات تبادل وجهات النظر. بس طبعا طلابنا بصف التاسع غير معنيين بوجهات تبادل وجهات النظر. هلا وضحي لنا انسه سوزان، شو يعني مستمر ومتغير بهون بالجدول هون؟ مثل ما ذكرنا من اسس ماده التاريخ، سؤال استمرار والتغيير في ماده. شو نقصد فيه؟ انا طالب تاسع ما لي علاقه شو هذا استمرار وتغيير. الاستمرار هو او المستمر هو الحدث الثابت، يعني انه اختلف الزمن. نحن عم نحكي عن السينما. تمام. حكينا عن السينما بفترة الاحتلال الفرنسي. تمام. بعدين حكينا عن السينما بعد الاستقلال أو بعد عام 1950. إنه الفكرة هنا أو المستمر هنا هو السينما السورية. تمام. أنا عم بحكي عنها، عن تطوراتها، عن دورها. طبعاً هون التغيرات بقى اللي طرأت على السينما. لاحظنا أول جدول كان عم يحكي عن دور السينما في مقاومة الاحتلال. تمام. دورة تأثيرها. أيضاً الجدول الثاني عم يحكي عن تطور حدث على السينما السورية بتأسيس ضمن وزارة الثقافة، تأسست دائرة صغيرة للتصوير السينمائي. بالجدول الثالث أيضا شهدنا تطور أكبر في مجال السينما السورية بتأسيس مؤسسة عامة مستقلة ماليا وإداريا. إذا هنا لاحظنا تطور على السينما السورية. المتغيرات التي ترأت أنه دورة مثلا تأثير السينما، تطورات التي شهدتها السينما السورية. تماما، شكرا كثير أنسة سوزان. بدنا مثال آخر على الاستمرار والتغيير يا أنسة وعد. نعم، لحتى تتثبت الفكرة بأذهان الطلاب، لأنه هي مهارة
شوي دقيقة وبحاجة لتفسير أكثر. تفضلي. نعم، نحن أمام مثال ثاني هو لجدول زمني ثاني. طبعا رح نلاحظ هون أنه اختلف معنا شوي وضع الجدول. أنا قبل ما أطرح أسئلته رح أشرح شوي عنه للطالب. طبعا عام البداية عنا 1500 ميلادي، عام النهاية 2000 ميلادي. طبعا نحن هون الطالب نظرة شاملة إمتى بلش إمتى انتهى، هي الفكرة، هي الخطوة رقم واحد. هلا أنا دائما بنصح الطلاب إنه هن يتعاملوا مع النص، ما يتعاملوا معه كأفكار يعني جزء كل فكرة لحالها. أنا بقول لهم اقرأوا كأنكم عم تقرأوا نص واحد، كأني أنا نص قدامي ما له مجزأ تماما، لحتى أقدر أفهم هون شغلتين. الشغلة الأولى، شو علاقة هدول الأحداث مع بعضهم البعض؟ يا ترى هل هي نحن عم نتابع، احنا دائما مهمتنا بجداول زمنية انه انا اشوف حدث مثل ما قالت الانسة قبل شوي، هذا الحدث يا ترى كيف تطور، شو هي التطورات يلي ظهرت عليه، او يا ترى اذا كان في سبب، يعني اعمل علاقة بيناتهم. نعم، هي العلاقة يا رح تكون كيف تطور، كيف تسلسل خلال الزمن خلال مراحل متعددة، او اذا كان الاول سبب والاخر كان نتيجة. تمام. نحن الآن رح نبلش العملة المعدنية المتداولة في أثناء الاحتلال العثماني لسوريا، كانت هي عملة معدنية. معناتها أنا فورا توجه فكري أنه هون عم نحكي نحن عن النقود. كأنه بس فضل مقاطعة، كأنه الأستاذ رفعت عنده ملاحظة بده يحكيها. أكيد ما فينا نلاحظ بعد الآن سواء، بس هون نحن عنا في مثلا، نحن بدنا نذكر الطلاب أنه الجدول الزمني عم يحكي عن حدث واحد ولكن بشكل متطور من فترة إلى فترة أخرى. تماما. يعني المضمون، مضمون الجدول الزمني هو مضمون واحد، فكرة واحدة، فكرة واحدة. نعم. نعم. ولكن فكرة متسلسلة من الماضي باتجاه الحاضر. نعم. تسلسل أعوام من الأقدم إلى الأحدث، ونلاحظ من خلال الخطوط التي عرضت يبدأ الخط الزمني بعدد صحيح وينتهي بعدد صحيح. تماما. يعني نحن هاي الشغلة الأساسية لازم ينتبه عليها الطالب، أنه يبدأ بعدد صحيح وينتهي بعدد صحيح، والترابط الموجود ضمن الترابط الموجود ضمن الخط الزمني التسلسلية بين الماضي والحاضر، لذلك نقول مستمر ومتغير من خلال الجدول الزمني. فنحن المستمر هو الحدث، ولكن المتغير هي بين التطورات التي حدثت بين عام وعام آخر. ولكن أمر آخر، طبعا نحن مثل ما قال الأستاذ رفعت أنه الأعداد بتكون صحيحة إذا كنت أنا عم طبق على عقود أو قرون أو حقب، ولكن أنا إذا كان جدولي زمني مقسم إلى أعوام فممكن ما يكون العدد صحيح. عدد. طبعا. هلا نحن إذا أنسي مننتبه للكل، نحن تقريبا نحن بالاحتلال العثماني حتى الوقت الحاضر يعني قرون تقريبا. نعم نعم. كتابنا التاريخ تقريبا قرون. ولكن كي لا يفهم الطالب، أيوة، أنه ورد ممتع. جدول زمني في الكتاب يتحدث عن معارك ممتع. هي معارك حلو. التي سيطر فيها الاحتلال العثماني على بلادنا، هنا كان مقسم لأعوام لأن الفترات الزمنية كانت متقاربة، وهنا عالج أكثر من حدث. حدث ممتع. نعم، كل معركة كانت حدثا تاريخيا. تابعي أنسي وعد. نعم، أنتقل الآن للحقل الثاني. الحقل الثاني يعالج مرحلة زمنية مختلفة، وهي أقر الاحتلال الفرنسي بعد سيطرته على سوريا عام 1920 عملة ورقية على أساس الفرنك الفرنسي، فتقلبت الأسعار بتقلب قيمة الفرنك الفرنسي. معناتها أنا لاحظت أنه العملة خلال الاحتلال العثماني كانت هي عبارة عن عملة نقدية أو ذهبية، ولكن لما احتلونا الفرنساوية هون طرحوا عنا العملة الورقية. ننتقل للحقل الأخير. بعد استقلال سوريا عام 1946 أصبحت الليرة السورية هي المتداولة، فنحن هون صار عنا استقلال بنقدنا السوري الخاص، ثم أنشئ مصرف سوريا المركزي. طبعا نحن هيك قرأت، أنا إذا انتبهتوا أنه أنا قرأت النص مو كل شيء لحاله، قرأته ككل حتى أفهم شو الفكرة اللي عم يتم تداوله. رح ننتقل هلأ لنشوف الأسئلة أنا وياكم زملائي. طبعا مطلوب منا نضع عنوان مناسب للجدول الزمني، احنا حكينا كثير عن موضوع العنوان والفكرة الرئيسية. انا هون لازم نبه الطالب انه العنوان مو بس بيجي للنص، العنوان انا ممكن اسأله بأي سؤال، انه العنوان هو بيقول لي يا ترى الطالب قرأ النص صح، فهمه، قادر انه هو يحلله بالطريقة الصحيحة. طبعا هون نحن ونحن عم نقرأ النص لاحظنا انه الفكرة الرئيسية عنه للجدول عن شو عم تحكي، عن النقد. تمام. طيب شو لاحظنا فيه؟ تطور النقد في سوريا. ما أنا بإمكاني حط عنوان تطور النقد السوري، ولازم أنا أربطه بفترة زمنية. طبعا أني عم بحكي على جدول زمني. نعم. خط زمني لازم أربطه بالزمن ما بين عامي كذا وكذا. نعم. إذن عيدينا يا لو سمحتي أنسى. تطور النقد السوري خلال ما بين 1500، بأخذ أول الجدول الزمني ما بين 1500 لعام 2000. شكرا. نعم. كتير. نعم.
أو فيني مثلا أخده بدقة أكثر، أنا هون عم نترك الباب مفتوح لطلابنا، دائما طلاب صف التاسع من راعيهم شوي. فيني أنا أخده، نحن التاريخ الأول يلي مرق معنا 1516، فيني قل له ما بين 1516 لعام 1946 مشان يكون هون في دقة أكثر. تمام تمام. رح انتقل عزيزتي للسؤال الثاني، ما الوحدة الزمنية التي قسم على أساسها الجدول الزمني؟ نحن مثل ما أشاروا زملائي سابقا، إذا بنرجع بس للشريحة اللي قبل، نحن بننتبه لعام البداية وعام النهاية وبنعمل هيك لنشوف التقسيمات أو الخطوط. عنا 1500 إذا بعد أنا والطلاب، 1600، 1700، 1800، 1900، عام 2000. فنحن هون قفزاتنا الزمنية كانت عبارة عن مئات، فهي قرون. معناتها الوحدة الزمنية هنا قرون. في عنا الشريحة الثانية، نعم، في أي قرن بدأ استخدام الليرة السورية؟ طبعا نحن فورا بشوف أنا نعم الحدث يلي ورد عنا يلي هو عم بيقولولنا بأي قرن بدأ استخدام الليرة السورية. طبعا نحن عنا بعام الاستقلال عام 1946. تمام. طبعا فأنا بنظر هون لخانة المئات، خانة المئات هون عندي اياها 900، بس دائما بالقرون يعني ناخدها مع الألوف. فأنا ما بقول هون مثلا القرن العاشر، هيك إجابة، يا أما بدي أقول القرن العاشر من الحقبة الثانية، وهي صعبة شوي على طلابنا ما رح نفوتهم فيها. فنحن بنقول لهم خذوا 19 وضيفوا له رقم، لأنه نحن من 1900 داخلين ب 46 سنة، فأنا تمام. بالقرن العشرين. القرن العشرين تمام، أخذنا 46 سنة من قرن جديد، القرن الجديد، فأنا حتما دخلت بقرن جديد. تمام. في عنا أيضا هون أكمل الجدول الآتي وفق مبدأ الاستمرار والتغيير. طبعا المستمر هي النقد السوري أو العملة السورية. طيب شو اللي تغير؟ نحن هون رح نلاقي إنه التغيرات بالثلاث حقول، يعني يرجع الطالب هون يقرأ الثلاث حقول. بالحقل الأول أثناء الاحتلال العثماني كانت العملة معدنية أو ذهبية. تمام. أثناء الاحتلال الفرنسي طبعا ورقية. عملة ورقية على أساس الفرنك الفرنسي. تمام. بعد الاستقلال ليرة سورية. معناتها أنا هون شو اللي تغير معي؟ تغير معي هون متغيرين، نوع العملة، متغير معي شكل العملة أو نوعها، والأمر الآخر من هو الذي يقوم بإصدارها. تماما تماما. نعم. شكرا كثير أنس وعد. عفوا لك. بس هلا جانا أسئلة من الطلاب، هل عنا أسئلة حفظية في المادة؟ نعم. في عنا أسئلة حفظية بالمادة؟ تحبي جاوب أنا أو زملائي؟ حيا الله، تفضلي أنس. طلابنا الأعزاء، مادة التاريخ هي كلها تطبيق للمهارات، وإذا كنتوا حضراتكم معنا من بداية الجلسة لاحظتوا إنه نحن بدأنا بالمهارات وبعدين قرأناها ذكرناكم فيها وبعدين انتقلنا لشو؟ انه نحن كيف عم نطبق هاي المهارات. فرجاء لا تخافوا من مادة التاريخ، ما لا مادة حفظية. انتوا شفتوا طلابنا ونحن عم نطبق قدامكم، عم نقرأ النص، نشوف السؤال نجاوب عليه بكل بساطة. فرجاء المادة ما لا حفظية. في سؤال، يعني بيجي سؤال مثل ما اشرت انا، اذا بتذكري انسي شهرزاد لما حكيت عن النص، بيجي سؤال حفظي ولكن نسبته يعني نسبته من العلامة الكاملة كتير صغيرة، وهو ما رح يكون سؤال حفظي كامل. يعني بكلام آخر، ما رح أجي إلك أنا احكي لي عن الحدث الفلاني. تمام. يعني ما رح يستذكر نعم، ما رح يستذكر فقرة مثل ما هي من الكتاب، يكرج لي إياها من الأول ولا بصم بحفيته إطلاقا. السؤال الحفظي هون رح يكون وارد له إضاءة كتير صغيرة أمامه، إما بالنص أو بالجدول الزمني. فهو إذا قرأه هو قارئ المادة، فهو رح يتذكر تماما. يعني أنا بكلام آخر خليني أكون أبسط، تمام، إنه أنا نص الإجابة قدامك. أيوة. بس أنت كمل لي النص الثاني. في شيء بدك تحكي لأنسة سوزان؟ كنت نفس الشيء حابة أضيف عزميتي، إنه هي المادة أبدا ما محفوظية، وتبتعد عن الحفظ والبصم. المادة تعتمد على مجموعة مهارات. الطالب اللي قارئ الكتاب ومطبق كل المهارات على نصوص الكتاب نفسها قادر يجاوب حتى على سؤال التذكر. تمام. وكما ذكرت إنه السؤال الحفظي حتى مرتبط بالنص اللي تمام. رح يكون يعني رح يكون في له مرتكز بالنص، له مرتكز، هو بينطلق منه. تماما تماما. وبرجع وباكد طلابنا انه الطالب اللي مطبق كل المهارات اللي ذكرناها على كتابه قادر يجاوب على اي سؤال حتى لو ورد بصيغه تذكر. كمان كاتبين كثير سؤال كمان يا استاذ رفعت، هل الاضراب الستيني والثورات حفظ؟ هيك قايلين لهم بالمدرسة. أيوة. شو رأيك بهالكلام؟ أنا مثل ما حكوا زملائي، هن ما في سؤال حفظ بشكل أساسي، ولكن ما فينا منلغي سؤال حفظ، ما فينا نقول كتاب التاريخ منحطه على جنب، لأنه الفكرة الأخذين أنه الطلاب بيحطوا كتاب التاريخ على جنب، أستاذ نحن ما منا، أو بيحكوا الأهل أولادنا ما عم يقروا التاريخ، عم
قلوا لهم انه ما في سؤال حفظ، وهون نحن بدنا ننفي هالشيء تماما. تماما. كتاب التاريخ رح نعتبره نحن عباره عن كتاب او روايه، هالروايه نحن بنقريها مره اثنين ثلاثه بصير عندي انا فهم، انا ما عم بطلب منه حفظ تلقائي او حفظ اساسي مثل قبل انه مثل ما حكيت الانسه الاضراب الستيني حدث عام 1936 دام 60 يوما اغلقت دمشق ابوابها، انا هون بدي كثير اعذب الطالب، ولكن انا عاطيه من خلال النص عاطيه رؤوس اقلام، ولكن الطالب هون اذا قريان او كان مع استاذ يستطيع ان يعبر عن الاجابه، ممكن يطلع معه اجابات حلوه، يعني نحن بنفتخر ببعض الاجابات اللي بتيجي من خلال الطلاب. نعم. كثير بيعطونا فكره كثير حلوه، يعني نحن هيك بنوقف امامهم يعني بفخر انه هذا الطالب منين جاب لهالمعلومه. فنحن من خلال القضيه الاولى اول شيء تبسيط القضيه الاولى بيفوت انه خايف من التاريخ، نوصل على القضيه الثانيه اللي هي سياسيه وفي احداث حلوه بتشوف الطالب يتفاعل معك بطريقه كثير حلوه، فنحن ونوصل على الاخير هو قادر. انا بقول لطلابي انت خلص قادر انه تعطي التاريخ برواق وكثير انت طبعا. قادر تعطي تاريخ، فما فيني انا احط كتاب التاريخ على جنب، ولكن انا يجب ان اجسد المهارات التاريخيه بشكل صحيح ومعبر، فانا عندما اجسد هذه المهارات انا استطيع ان ابدع. يعني انا اكيد نحن ومثل ما حكوا زملائي خالد انه نحن بنتعاطف مع التاسع بنعتبرهم اطفال، فنحن هون نحن وقت بدي اشوف ابداعه بالعكس انا بدي اشوف ورقته فيها نوع من التميز. شكرا. فانا بريحك كثير للطالب بعد اذن الانسه شهرزاد اذا رفقاتي انا بريحك، بس انت لازم تقرا التاريخ بروايه او قصه مع فهم وتحليل. وتحليل. نعم. انسه وعد كمان سؤال، هل الخرائط يجب حفظها الخرائط التاريخيه؟ طبعا في سؤال كثير بيردنا للطلاب انه نحن الخريطه نحفظها؟ اكيد لا، نحن الخريطة هي نسميها نحن مثل ما شرحوا زملائي ببداية الجلسة انه في عندنا مهارة اسمها مهارة الادراك المكاني. بهاي المهارة انا بتكون الخريطة قدامي، يعني انا اذا وردت بالاسئلة فرح يكون في خريطة قدام مني وهي بأكد حتما انه هي ضمن الخرائط الواردة ضمن الكتاب، ما رح نخرج ابدا عن سياق الكتاب. هلا شو مهمة طالبنا؟ هون في عندنا عدة مهمات ونحن قبل بعد شوي رح نطبقهم. شو هي الاسئلة؟ ابنائنا الطلبة خرائط التاريخية الموجودة بالكتاب ليست للحفظ، وإنما سوف نطبق عليها مهارات كما طبقنا مهارات على النص وعلى الجدول الزمني. ما هي بدنا نربط الزمان بالمكان يا أنسة. نعم طبعا. نربط الزمان بالوقت. ما هو تأثير طبعا. المكان على الزمان. تمام. نعم. نعم. تمام. نعم. أنسة سوزان كمان عم يسألونا سؤال ثاني. ما في جلسة للجغرافيا ما بنعرف هي الإدارة مسؤولة عنا، نحن ما لنا علاقة في جلسة للجغرافيا. خريطة الجغرافيا كمان نحن ما لنا مسؤولين عنها. بكره اكيد رح يكون في جلسات طبعا جغرافيا، زملائنا رح يعطوكم جلسات، الدليل انه في طلاب متابعين ومهتمين بهذا الشيء. اكيد تمام. عندنا السؤال الحفظي قديش بيكون عليه علامه مثلا؟ يعني هو 20% من 20 تمام. هو اعتماده الكبير لازم اهتمامه بالمهارات، ولازم طبعا. كمان اذا بده يسكر لنا العلامه ان شاء الله كل طلاب الجمهوريه يسكروها، انه كمان يكملها بسؤال الحفظي اللي هو مثل ما قلنا انه الذاكره بتحتفظ بذاكره بعيده وذاكره قريبه من كثر التكرار والتدريب على المهارات، هو قدر يحفظ الاسئله ويحفظ كتابه ويقدم ويجاوب على اي سؤال حفظي ممكن يجيب الامتحان. نعم نعم تمام. الان خرائط التاريخ كثير صعبه، كثير صعبه انسه سوزان خرائط التاريخ. احنا ما عم نقول لك ارسمها، ما هيك شو عم نقول له؟ احنا غير مطلوب لا حفظه ولا رسمه. هلا رح نعطي امثله عن كيفيه الاسئله اللي بتجي على الخرائط، هي عباره عن مهاره على الطالب ان يفهم الخريطه يحللها يربط مثل ما تفضلتي حضرتك الزمان بالمكان. رح نعطيهم مثالين هلا عن تمام. الخرائط التاريخيه. هلا بننتقل للاستاذ رفعت مشان خريطه المفاهيم يلي هي من الاسئله الاختياريه اخر شيء السؤال الثالث، فممكن توضح لنا هذا الشيء استاذ؟ اكيد. الشريحه اللي قبل لو سمحتي. نحن عباره هون عندنا الخريطة بشكل أساسي إلى عنوان رئيسي أو فكرة رئيسية هي دوافع السياسة الاقتصادية للاحتلال. مثل ما حكينا بالبداية أنه يجب على الطالب أن ينتبه إلى الخط إلى السهم وإلى أدوات الربط. نبدأ بالفكرة الرئيسية ومن ثم الأفكار الفرعية ومن ثم الأفكار الأقل عمومية. شو هي الفكرة الرئيسية أستاذ؟ دوافع السياسة الاقتصادية للاحتلال. هي تمام. الفكرة الرئيسية كتبنا نحن هون عندنا مثلا سؤال حول خريطة المفاهيم الآتي إلى نص تاريخي، فبنكتب دوافع السياسة الاقتصادية للاحتلال ونبدأ بتمثلت ب وهي أول كلمة؟ أيوة أول أداة ربط هي تمثلت ب
احتكار المواد الأولية. إذا بننتبه نحن بلشنا فكرة رئيسية، أداة ربط، أداة ربط تمثلت بأداة ربط، ومن ثم الأفكار الفرعية احتكار من كفة بالأقل عمومية للمواد الأولية، إذا تمثلت باحتكار للموارد الأولية تماما. ونهب ثرواته تمثلت بالسيطرة على طرقه وممراته الحيوية وأضعاف لقدراته. هلا كلمة تمثلت هون ممكن هي رابط بس لأول جدول استاذ، ولا هي رابط لشو؟ أنا ممكن تمثلت بأعطيه للكل تماما، هي للكل. هون تمثلت باحتكار للموارد الأولية، تمثلت بنهب الثروات، تمثلت بالسيطرة على طرقه وممراته، وتمثلت بإضعاف لقدراته. فأنا طيب. كلمة تمثلت بي يجب على الطالب أن يذكرها في أن تكون أداة ربط بين الأفكار الفرعية والأقل. اسمح لي أقطعك أستاذ أنسي سوزان، شو الغاية من شو المهارة اللي ممكن أنا أتجسدها بهالخريطة المفاهيم؟ لا، شو بستفيد من هالمهارة أنا؟ التحليل التاريخي. هون الطالب قدر أنه يحلل الأفكار تماما بين فكرة رئيسية، انه يربط ايضا بينه وبين الافكار الفرعية. لاحظ لما انها تمثلت به هي في بيربطها بالافكار الفرعية الواردة، احتكار، نهب ثروات، سيطرة، واضعاف قدراته. ايضا انه كمان نتيجة تحليل الطالب ايضا قادر كمان على الدراسة اكثر، الدراسة تماما، انه هي تحليله للفكره والحدث قادر يربط الافكار مع بعض البعض. تفضل استاذ فات. الطلاب ما بعرف اذا اكيد مع زملائي نفس الشيء، فزميلاتي، فاحيانا بيجي الطالب بيقول انا حافظ الفقره مثل ما هي بكتبها، يعني هيك انه حول خريطه هو قريان دوافع السياسه الاقتصاديه للاحتلال. انتبهتوا؟ بيجي بقول لك استاذ انا حافظها كلها، معلش اكتبها مثل ما هي. لا، انا بيجي هون ما طبقت مهاره التحليل ابدا. انت عندك كلمات يجب ان تلتزم بها، فهون انت طبقت المهاره. نحن مو غايتنا تكتب الفقره، غايتنا انه تطبق المهاره التاريخيه الموجوده، يعني هي مهاره التحليل. نعم. فينا هلا نحولها لنص استاذ بعد اذنك. دوافع السياسه الاقتصاديه للاحتلال تمثلت باحتكار للموارد الأولية ونهب ثرواته والسيطرة على طرقه وممراته الحيوية وأضعاف لقدراته. لقدرته تماما. علامات ترقيم ونقطة تماما. الآن عنا الخريطة يلي لاحظت كثير من الأسئلة. نعم، متخوفين كثير الطلاب، بدهم تحويلها لنص وبدهم نعلمهم كيف يتعاملوا مع الخريطة. كثير من الاسئله يا انسه وعد، يا ريت تعطينا اكثر من خريطه، يعني اكثر من نموذج. نعم. خليهم يتعلموا منا كيف نصيغ نص. نعم. بدايه الخريطه، نحن هون اللي امامنا ملونه لانه كتابنا الدراسي ملون. اذا ودت خريطه بالامتحان الاخير فرح تكون ما في، رح يكون في الوان، ولكن انا مثلا اللون الازرق ممكن يكون على شكل شبكه مثل ما هون شايفين. اذا وردت انسه حتى ما يفهموا اذا وردت الخريطه هي جايه او يتمثلوا بهي. نحن عم مثال امثله متعدده، هذا مثال توضيحي فقط. نعم. ولكن يعني بكلام اخر، بدال الالوان رح يكون في عنا رموز ثانيه. هل انا كطالب صف تاسع وردت قدامي الخريطه، انا عندي ادوات لازم استخدمها، هاي الادوات هي اللي بتساعدني اني انا افهم الخريطه اولا، حللها، بعدين شو المهارات المطلوبة مني أنا أقدر أطبقها عليها. أدواتي هي كالتالي، في عنا مفتاح الخريطة، ما في خريطة إلا وإلا مفتاح، وبيكون مربع مثل الموارد عنا هون، منطقة نفوذ فرنسية، منطقة دولية سمراء، منطقة عربية ألف، منطقة عربية ب، ومنطقة نفوذ بريطانية، بالإضافة لرمز الدائرة اللي هو بيدل على مركز المدينة. معناتها أداتي الأولى هي مفتاح الخريطة. أداتي الثانية هي نجمة الاتجاهات يلي أيضا لا تخلو أي خريطة منها، وهي هو موجودة بأسفل الخريطة، اتجاهات شمال جنوب شرق وغرب. أداتي الثالثة هي الكلمات الموجودة على الخريطة، سواء كان حدود، سواء كان تسميات دول، سواء كانت تسميات أنهار أو مدن. معناتها أنا في عندي أدواتي جاهزة أمامي، أنا ما اللي بحاجة لأحفظ أي شيء إطلاقا، لأنه إذا انتبهتي حضرتك كل الأسئلة اللي عم تجينا هل هي للحفظ؟ ما بنحفظ شيء. تمام. الخريطة أمامي، أدواتي أمامي. طيب، نحن مثل ما اتفقنا الخريطة ليست أحفظ رسمة وإنما أطبق عليها مهارات. نحن رح نشوف الأسئلة يلي وردت هلأ بالشريحة الثانية من بعد إذنك. نعم. طيب، نحن هاي الخريطة أنا برأيي شو رايك نخلي عليها وأنا أقرأ الأسئلة للطلاب عشان يطبقوا معنا مباشرة. تمام. معلش، رح نغلبك ونرجع على الخريطة من بعد إذنك.
هلا الاحتمال الاول مثل لما زملائي استعرضوا النموذج قبل شوي انه انا ممكن يجيني سؤال صيغ نصا تاريخيا من معلومات الخريطه. تمام. هلا مشان الطلاب يفهموها بشكل كثير بسيط، انا كاني عم شو الشغله اللي عم شوفها بعيني انا بس رح احولها لكلام. تمام. مشان هذا هو المطلوب، يعني انه انت ما تالف شيء من عندك او تستذكر شيء من معلوماتك، هي انت شو عم بتشوف حولها الى نص. طبعا نحن من مفتاح الخريطه عم يقولوا لنا في منطقه نفوذ فرنسي وفي منطقه نفوذ بريطاني. طبعا من خلال معلومات الطالب خلال العام الدراسي، هو في فقره كامله قدامه بالكتاب اسمها اتفاقيه سايكس-ويكو، وهي كانت مرافقه لهي الخريطه. هلا اذا كان بتخيل السؤال ضاع او صيغ نصا للخريطه رح يكون اكيد له عنوان، فالطالب من العنوان بيقدر يطبق ويبلش يقول فورا عقدت فرنسا وبريطانيا اتفاقية سايكس بيكو عام 1916. أنا هاي المعلومة منين جبتها؟ أنا هاي الخريطة وقت بيكون صغ رح يكون معها عنوان، استنتجتها من العنوان المقدمة. تمام. الآن عقدت فرنسا وبريطانيا اتفاقية سايكس بيكو، طيب عن شو عم تحكي الاتفاقية؟ أنا فورا بتوجه لوين؟ بتوجه لمفتاح الخريطة. أنا رح لاقي إنه خريطتي مقسمة لعدة أقسام وعدة، هون رح أقول ألوان بس مثل ما عندنا بالامتحان الأخير ما في ألوان، تمام؟ مقسمة لعدة أقسام، كم قسم عندي هون؟ 1، 2، 3، 4. فأنا رح أقول اتفقت فرنسا وبريطانيا من خلال اتفاقية سايكس بيكو على تقسيم بلاد الشام والعراق أو المنطقة العربية إلى منطقة نفوذ فرنسي. هي واضحة من وين؟ من بالحق اللون الازرق. نعم. اللي هو الرمز بالمفتاح. نعم. معي. نعم. تماما. طيب هلا انا بشوفها هون قدامي على على الخريطه من وين لوين، رح نلاحظ نحن ان اللون الازرق عم يمتد من كيليكيا شمالا بلاح لوين، بلاقي انه هو عم يمشي بمسايره او بموازاه الساحل السوري. وين وقف؟ وقف عند راس الناقوره. تمام. فانا فورا بقول منطقه نفوذ فرنسي من كيليكيا شمالا الى راس الناقوره جنوبا جنوبا بمسايره الساحل. فانا لاحظت انسى وعد انك عم تربطي بين المفتاح وبين المحتوى. نعم. نعم. تماما. هي عملية تطبيق مهارة. تمام. نعم. رح ننتقل الآن للون الأحمر اللي هي منطقة النفوذ البريطاني. طيب أنا إذا تابعت على الخريطة رح لاقي إنه هي موجودة تقريبا من منطقة بغداد إلى الخليج العربي متضمنتان البصرة والكويت. فأنا حددت، أنا شو عملت أنسة شهرزاد؟ بس عم بلحق التقسيمة وعم أذكر المناطق يلي وردت فيها. انا عم برجع اكد على هي التفاصيل كرمال طلابنا يلي سالوا الاسئله الخايفين كثير سالوا طبعا. نعم. هلا بضل في عنا المنطقتان الف وب. تمام. شو قالوا لي؟ منطقه عربيه الف ومنطقه عربيه ب. انا هون كرمال الطالب ما كثير يربك حاله بنقول ما تبقى من المنطقه تقسم الى منطقه عربيه الف ومنطقه بقول شو وقع فيها. مثلا المنطقه العربيه الف اهم مدنها دمشق حلب الموصل. طيب المنطقه العربيه ب فيني اقول كمان اهم مدنها عمان العقبة. بيبقى عنا منطقة دولية سمراء واللي هي بأراضي فلسطين أو جزء من أراضي فلسطين، أهم أراضيها أو أهم مدنها حيفا ومدينة القدس. تمام. فأنا بس انتقلت وحكيت الكلام. أنا مش عنك قلت أهم أداة من الأدوات اللي أنا بستخدمها إني أنا أذكر أسماء المدن أو الشيء اللي وارد على الخريطة. إذا أنا كطالب تاسع المفروض علي مباشرة عنوان الخريطة اني حطه عنوان للنص، ابتدأ منه ابتدأ منه بعدين ابدأ ب ولو كلمة مفتاحية لأدخل على مفتاح المصور. نعم. يلي هو اتفاق بين فرنسا وبريطانيا. نعم. فيما بينهما. نعم. عام 1916 لتقسيم بلاد الشام والعراق، فأحدد مباشرة من المفتاح الأول منطقة نفوذ فرنسية يلي هي رمزة لون أزرق، فأنا مباشرة آتي إلى المحتوى فأبحث عن اللون الأزرق فأجده في الساحل السوري من كيليكيا حتى رأس الناقورة وهكذا إلى نهاية المفاتيح. هل بالضرورة أنسى سوزان أني أنا أمشي بالتسلسل بالمفاتيح، أم أنا كطالب ممكن أنا أبدأ بمفتاح منطقة عربية ألف مثلا؟ هلا مو يعني مو ضرورة، بس الأكيد بما بس الأفضل شو الفكرة الرئيسية بأنه تقسيمات فرنسا وبريطانيا، لهيك الأنسة وعد بدأت بمنطقة نفوذ فرنسي تشمل كذا ومنطقة نفوذ انتقلت مباشرة إلى بريطاني. وبعدين يعني بلشنا بالمنطقة العربية ألف وباء اللي هي كلها تندرج تحت عنوان أو فكرة واحدة هي تقسيمات فرنسا وبريطانيا. طبعا. حتى لاحظ أنه المنطقة ألف وباء ملونة أيضا بتخطيطات الزرقاء وتخطيط حتى حمراء باللون الأزرق، وهي أنه كان في أولوية. تمام. أو مصالح اقتصادية لفرنسا فيها، يعني ممكن الطالب كمان يذكر هالشيء.
والمنطقة أيضا ب أيضا أولوية اقتصادية لبريطانيا. تماما. في عندنا خريطة ثانية أو مثال ثاني حابة تحكي عن سؤال؟ بس في سؤال ثاني ممكن بدل يعني مشان ما يفكر الطالب إنه بس بيجي على سؤال الخريطة إنه حولها لنص. شو ممكن تجي أسئلة غير ممكن تحولها لنص؟ ممكن يجي سؤال ثاني استخلص من الخريطة مثلا هون سياسة فرنسا وبريطانيا في المنطقة العربية. أنا كطالب برجع بتطلع على الخريطة اللي قدامي، فرنسا وبريطانيا شو عملوا بالمنطقة؟ قاموا بتقسيمها، طيب هن ليش بيقسموا دائما؟ هن عندهم سياسة فرق تصوت، فهن تقسيم المنطقة، إضعافها، إضعاف الاقتصاد، السيطرة عليها، فهنا السؤال مفتوح يستنتج الطالب ما يشاء منه، بناء طبعا على معلومات الخريطة. ممكن ناخذ مثال آخر أستاذ سوزان؟ خريطة البعدة لو سمحتي. الخريطة أيضا واردة بالوحدة الثانية، الوحدة السياسية لكتاب التاريخ التاسع عن تقسيمات فرنسا في سوريا. طبعا هاي الخريطة بعد الاحتلال الفرنسي لسوريا عام 1920 قامت فرنسا بتقسيم سوريا كما هو وارد بالمفتاح، ولأنه المفتاح الأداة الرئيسية للطالب بقراءة الخرائط التاريخية. نلاحظ أنه تم تقسيم سوريا إلى عدة دويلات. دويلة حلب تشمل المنطقة الشمالية والشرقية من سوريا، اسكندرونة، إدلب، حلب، الرقة. نعدد المناطق طبعا. طبعا نعدد المناطق التي تشملها. دويلة جبال اللاذقية باللون الأصفر تشمل مدينتي اللاذقية وطرطوس. ثم دويلة لبنان الكبير المخططة باللون الأحمر على الساحل الغربي لسوريا. أيضا دويلة دمشق اللي تشمل اللون الرمادي، تشمل مدن حماة، حمص، دمشق، القنيطرة، درعا. وأيضا دويلة جبل العرب اللي باللون الأخضر تشمل مدينة السويداء. قرأ الطالب الخريطة، ممكن يجي مثلا ضع عنوان للخريطة. تمام حلو. من خلال قراءته لاحظ انه عم يحكي عن تقسيم سوريا او مدن سورية الى عدة دويلات، يعني انه في تقسيم سياسي هون او اداري من قبل فرنسا. تماما من قبل فرنسا البلد اللي محتل، ففي يكتب تقسيمات فرنسا لسوريا. تمام. اما ممكن كمان انه يجي سؤال صغ او ما ايه طبعا تماما صغ نصا تاريخيا. طبعا بيرجع الطالب بيكتب انه تبعت فرنسا سياسه التقسيم والتجزئه في سوريا بتقسيم سوريا الى عده دويلات منها دويله حلب، وبيذكر ايضا اسماء المناطق اللي تشملها دويله حلب من الخريطه. تماما الوارده الاسكندرونه، ادلب، حلب، الرقه، دير الزور، الحسكه، و دويلة جبال اللاذقية التي تشمل اللاذقية وطرطوس، ودويلة لبنان الكبير طبعا الواقع على الساحل السوري أو الساحل الغربي، دويلة دمشق التي تشمل حماة وحمص ودمشق والقنيطرة ودرعا، ودويلة جبل العرب التي تشمل السويداء. هون لاحظنا أنه في اليوم يعني إذا نربطها مع هون دويلة ممكن مثلا يجي سؤال وليكن ما الدولة العربية التي تم تشكيلها. لاحظنا انه الدولة العربية التي تم تشكيلها دولة شقيقة يعني دولة عربية انه هي اليوم خارج اراضي سوريا. طبعا مجرد ملاحظ طالب دخول دولة لبنان الكبير. نعم. شكرا أستاذ سوزان. سؤال بس استاذ وردنا سؤال جاوبنا عليه استاذ رفعت، انه الخريطة المفاهيم لما بتجي فيها فراغات بدي انا اعبيهم احيانا اذا في نص لا. موجود ممكن لا. بس لا كخريطة مفاهيم نحن دربنا الطلاب كلهم ككل ما في هي بس تحويلة لنص. تمام. اما هي فيها فراغات ويعبيهم لا. اختلط عليهم المثال الوارد بالكتاب. اختلط عليهم مثال الكتاب. نعم. بس كنت بدي نبه بس بخصوص خريطة الخريطة الموجودة انه يتقيد الطالب على الكلمة الموجودة ضمن المفتاح. تمام. مثلا دويلة يكتب دويلة. تمام. في كتير طلاب يكتبوا لي دولة حلب هي موجودة دويلة، يجب أن يتقيد بكلمة دويلة أو حكومة يتقيد بمفتاح ويمشي بالتسلسل بالمفتاح ويربط مع أساس. محتوى لا فرق. بالنسبة للشي فراغات ما فراغات بالنسبة تمام. للخريطة تمام. أبدا ما بيجي عنا. ايه. سؤال ثاني عم يسألونا أنه الصفحة 21 أنسى وعد صفحة 21 نعم الخريطة نعم تحيلي عليها يلا بس ثانية واحدة نعم نعم أنستي إيه صفحة 21 هل نستطيع أن نحولها إلى نص؟ طبعا لازم نوضح للطلاب أنه إذا هيك خريطة وردت بالامتحان إذا طبعا ما رح تكون بهالضخامة، هاي الخريطة هون اللي واردة بالكتاب كتير فيها تفاصيل فممكن يأخذوا جزئية منها. تمام.
وياتي عليها مجموعه من طبعا هون ما رح يجي حولها لنص، رح يجي عليها اسئله استنتاجيه. طبعا انا بس هون اذا بتحبين ناخذ عليها سؤال انستي، حطينا سؤال عليها طبعا توضيح للطلاب. نحن رح نلاقي هون انه انا فيني استنتج مثلا اهميه مدينه حلب، رح نلاقي نحن من خلال تقاطع الخطوط انه كل الخطوط اللي قادمه من الشرق الطرق. عم الطرق التجاريه طبعا عم تروح على حلب، وبعدين كل من مدينه حلب رح تنطلق كلياتها غربا باتجاه اوروبا. فانا هون شو استنتجت؟ استنتجت طبعا اهميه مدينه حلب تجاريه. عم يسالوني هل مفتاح الخريطه دائما موجود؟ اكيد طبعا لا توجد خريطه بدون مفتاح. بدون مفتاح. السؤال الاخير استاذ، سؤال التصنيف لو سمحت اعطينا مثال. عندنا صنف اعمال الشخصيات التاريخيه، اذا بنشوف الشريحه صنف اعمال الشخصيات التاريخيه الاتيه. الشريحه اللي بعدها لو سمحت. صنف اعمال الشخصيات التاريخيه الاتيه الوارده في النص الاتي من الناحيه الاجتماعيه والسياسيه والثقافيه. عندنا عملت النساء السوريات على المشاركه في بناء سوريا الحديثه في كافه المجالات، فقد اسست ناسك العابد جمعيه يقظه المراه الشاميه عام 1927 لتعليم النساء المهن اليدويه. اما اليس قندلف فقد سعت للمطالبه بحقوق المراه السياسيه من خلال جمعيه نساء العرب القوميات، بينما قامت ساميه المدرس بتاسيس جمعيه اسرة الجنده عام 1952 لتقديم الكتب والهدايا ورفع المعنويات. فعندنا هون عده مجالات، مجال اجتماعي ومجال اقتصادي ومجال سياسي. ابدا بالمجال الاجتماعي. هون فيني انا اعطي عندما اقول اسست نازك العابد جمعيه يقظه المراه الشاميه لتعليم النساء المهن اليدويه، فانا فيني اعطيها او صنفها في المجال الاجتماعي. عندي انا هون المطالبه بحقوق المراه السياسيه من خلال جمعيه نساء العرب القوميات، هون فيني انا بصنفها بالمجال السياسي. اما عندما اقول تاسيس جمعيه اسرد لتقديم الكتب والهدايا، هون نحن بدلنا، فعندي انا تاسيس جمعيه اسره الجندي لتقديم الكتب والهدايا ورفع المعنويات، فيني اعطيها انا بالمجال الاجتماعي. اما بالمجال الاقتصادي نازك العابد هي من قامت بتعليم النساء المهن اليدويه، هون نحن بالسرعه مشان السؤال، فعندي انا مجال اجتماعي، فبدل بين المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي. اذا المجال الاجتماعي هو اسره الجندي لتقديم الكتب والهدايا ورفع المعنويات. الاقتصادي فهو جمعية نازك العابد المرأة الشامية لتعليم النساء المهن اليدوية. نعم شكرا كثير استاذ. سؤال اخير عم يسالونا انه ممكن يجي نص نحوله لخريطة مفاهيم انسة؟ اكيد لا. نعم. هي المهارة اكبر من صف التاسع. هي مهارة للبكالوريوس. سالوا عن الحفظ، نحفظ تواريخ معينة كمان. ممكن نوجه بعض النصائح لدراسة المادة، عم يسالونا على نعم. بعض النصائح نبدأ من الأساس. نصيحتي دائما للطلاب بمادة التاريخ هو القراءة الجيدة والفهم الجيد ثم الإجابة للمطلوب. على الطالب دائما أنه يكون فهمان النص مثلا أو الجدول الزمني أو هاي، أنه يفهم جيدا الشيء اللي هو بده يكتبه أو اللي هو بده يحله، من خلال أنه يفهم المهارات منيح، يطبق على نصوص الكتاب، مو يحفظها يطبق عليا. تمام. أنسة وعد، شو عندك نصائح وبدنا الطريقه الامثل للدراسه؟ عم يسالونا الطريقه الامثل للدراسه، انه اول شيء ما احس باي توتر او اي خوف، اقرا النص اللي امامي او المعلومه اللي امامي بالورقه الامتحانيه وطبق عليها المهارات، ويعني ما يخافوا من اي شيء، ولكن اقرا بفهم حتى اتمكن من تطبيق المهاره. عم يسالونا هل كل الخرائط مهمه؟ طبعا كل خرائط كتابك كل خرائط الكتاب طبعا. استاذ رفعت شو عندك نصائح توجهنا لطلابنا وهن قادمين على امتحان بعد يومين؟ بحكم انه ماده الاجتماعيات هي اول ماده، نحن بنضل هيك الفاتحه الاولى بالنسبه لفاتحه خير، فانا ما بس بمادتي، انا بنتبه على الدفتر الامتحان بشكل جيد، اكتب ماده التاريخ بورقه مخصصه، اكتب ماده الجغرافيا تقيد بالصفحه الاولى الصفحه الثانيه بدون خوف بدون تلبك ابدا، فاكيد الاسئله بتراعي جميع القدرات الامتحانيه. سؤال اخير بس انسى وعد. نعم. سؤال ما الاثر؟ بس نوضح معنى كلمه ما الاثر. هلا نحن دائما وقت بنعالج الحدث التاريخي بيكون اما له اثر ايجابي او اثر سلبي. فانا بقرا الحدث اذا كان اثره ايجابي فانا بقول اثر ايجابي، وبوضح ليش انا شفته بطريقه ايجابيه او العكس. يعني لانه مثلا احنا اخذنا مثلا اعمال الاحتلال الصهيوني في الجولان فهي اثارها سلبيه،
فأنا بقول أثر سلبي لأنه مثلا يهدد الهوية، يهدد الانتماء، يهدد العروبة. أو مثلا إذا كان بعتذر أو إذا كان الأثر إيجابي فأنا بقول أثر إيجابي، بعطي قيمة إيجابية فسر فيها جوابي. تماما. فينا نمون عليك بس سؤال، لأنه كتير ركزوا على سؤال أهمية ونختم معك بالسؤال الأهمية. أنه نعطيها سؤال الأهمية، هو سؤال كثير مهم، أحد أسس مادة التاريخ، سؤال الأهمية التاريخية يلي بيتضمن عنا شروط لحل هذا السؤال يلي هو ما مدى تأثيره، هل تأثيره طويل المدى، ما هيك أنسي وعد، المجال الذي أثر فيه، ما ارتباطه بالوقت الحاضر وما أهميته بالماضي. طبعا هذا سؤال كثير حلو والطلاب أكيد مدربين عليه، أنه لازم أنا أوضح بالسؤال أهميته بالماضي وهذا مرتبط بطبيعة النص اللي أنا بده يجيني بالامتحان أو بجدول الزمني. هو سؤال ما بيجي بس على نص، ممكن يجي على أي فقرة، حتى على خريطة أو على خريطة أهمية مدينة. تمام. أنا بدي أوضح كمان ارتباطه بالوقت الحاضر، لأن نحن أحداثنا التاريخية إلى امتداد زمني لوقتنا الحاضر، وبدي بالنهاية أقول إنه شو المجال اللي أثر فيه، طبيعة النص بتفرض عليه إذا النص اقتصادي ولا النص ثقافي، ممكن يكون أكثر من مجال أثر فيه، اقتصادي وسياسي مثلا أو اجتماعي وسياسي، فهون بده ينتبه الطالب لطبيعة السؤال. عم يسألونا كمان بالنهاية إنه هل يأتي سؤال تعميم بصف التاسع عن سي سوزان؟ مهارة التعميم لا تأتي للصف التاسع، هي مهارة أكبر يعني أكبر منه، تجي للبكالوريا لصفوف أعلى، ما هيك؟ بتوقع انه نحن كثير ألمينا بهي الجلسه، تساؤلات كثيره، الدليل انه كاينين الطلاب ناطرين هيك جلسه. فانا بتشكركم من قلبي للاستاذ رفعت عيد محافظه اللاذقيه، استاذ ومدرس من المدرسين اللي معتز فيهم، وعندكم خبرات كبيره بالميدان، الانسه سوزان يوسف كمان من تربيه اللاذقيه، كمان جهودكم كثير انا بتشكرها بهي الجلسه، الانسه وعد جمال الدين من المدرسات كمان المتميزين في مدينه دمشق. وانا اشكركم بدوري طلابي الاعزاء من المنصه التربويه للمركز الوطني للمناهج المطوره في الجمهوريه العربيه السوريه، والى اللقاء في جلسه امتحانيه مقبله، نتمنى لكم النجاح والتوفيق. شكرا لك يا انسه.